جنة غناء وحديقة مترامية الأطراف على ضفة البحر الأبيض المتوسط، هي الأولى إفريقيا والثالثة عالميا من حيث كثرة الأشجار فيها والنباتات النادرة المقتناة من أعماق الغابات الاستوائية، وتنقسم إلى ثلاث حدائق كبرى. ممر دراسينا من أجمل الممرات اللي متواجدة في العالم، وحيد فريد بنوعه بهذا الشكل اللي يتوسط الحدائق المفتوحة أو ما يعرف لجاردان ريغولييه على فرونسيز، والحدائق الضليلة أين كثافة الأشجار راح نتحسوا بها أكثر من الحدائق المفتوحة. قبالة خليج الجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط، جنة تستقطب ملايين الزوار، وهي ثالثة كبرى الحدائق في العالم التي تبوأت المرتبة الخامسة في الجمال والتنوع. إنها فعلا مرآة تعكس سحر الطبيعة بين ضفتي المتوسط. أقيمت الحديقة المسماة بالحامة نسبة إلى طبيعة التربة الطينية في قلب العاصمة، فيها معاهد للزراعة وأخرى للمستنة والاختبارات. تنتصب في جنباتها أشجار تجاوز عمرها قرنا ونصف قرن، أشجار انقرضت في موطنها الأصلي ولا تزال معمرة هنا. الإنسان هنا يستراح، حتى أن نعلم بأن في فيلم مشهور طرزان، بعد من لقطات من هذا الفيلم استخرجت في هذا المكان. الحديقة تستقطب نحو مليوني زائر، وتسعى السلطات الجزائرية لتصنيفها ضمن الإرث العالمي لتكون همزة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.